احنا في قناة النادي الاهلي انت بطل من عيار مختلف ومن عيار تقيل يعني بصراحة حق يقال. فاحنا عايزين حبينا على فكرة. استنى بس، فاحنا حبينا نقدم لك هدية صغيرة. ربنا يخليك. والهدية دي مفيش احلى ولا اجمل طبعا. ان احنا ندي لك، اتفضل اتفضل ربنا يخليك، وان احنا ندي لك ونقدم لك هدية تيشيرت النادي الاهلي لبطل كبير استطاع ان هو يثبت للعالم كله وقدر يتغلب على مرض، ومش بس طلع من المرض اقوى، وطلع عايز يتمنى الخير للناس كلها. ربنا يخليك. انا اللي بشكرك جدا على الهديه الجميله دي، وده احتفظ بيه جدا يعني. يعني قلت لك اصبر، انت لابس احمر، انت لابس احمر خالص. طيب خلاص. ويعني انا بحييك بجد يا انور. ربنا يخليك والله. وبتمنى لك كل التوفيق. شكرا جدا ليك. وبطل من طراز يعني نادر. اسمح لي احضنك على الهواء بجد يعني. ربنا يا رب يا رب يعني. وانا اللي بشكرك جدا والله، من الحلقات اللي بحبها جدا، وفعلا كلمت من قلبي خالص يعني. طبعا. وان شاء الله تتكرر تاني. وهعرف منك بعد الحلقه. ان شاء الله. معزوم على فكره باذن الله. انت لازم تحضر عشان بص، انا بؤمن ان العين بتشوف ان شاء الله. شرف يعني العين بتشوف اللي حصل ايه. شرف ليا. احنا ما بنش عارف الكلام. طبعا شرف ليا، واتمنى اكون موجود ان شاء الله في حلقه. ربنا يخليك يا رب. بشكرك. اعزائي المشاهدين، دي طبعا كانت حلقتنا النهارده مع انور، احد الابطال الكبار اللي استطاع انه يهزم مرض عنيد. اولا هو كان لعيب تنس تاني، وبعد كده هزم المرض ورجع لعب تنس تاني من المرض، ووصل لترتيب عالمي كبير، وبقى نموذج وموديل للعالم كله. النهارده بنورنا في قناه النادي الاهلي، وبين قوسين صغير كده اهلاوي، عشان بس يعني الحقيقه يعني ما ننساش ده. بشكرك انور. شكرا جزيلا. وبشكر طبعا كل الساده المشاهدين، وانتظرونا باذن الله في حلقه جديده وبطل جديد.